بسم الله. عنوان الدرس الثالث بعد ما خدنا طبعا الجزئيات اللي فاتت وعرفنا طبعا أهمية استخدام verb to have مع الأمراض زي I have أو we have أو you have أو they have، إنما لما قلنا he أو she أو it استخدمنا طبعا has. ما انساش كمان إن بعد do أو does أو don't أو doesn't بستخدم الفعل have. هاجي النهاردة آخد جزئية مهمة بالنسبة للباراجرافز اللي هو الهاني. نقول هنا the power of honey اللي هي طاقة أو قوة العسل. مدي طبعا جزئية خاصة بالبرونسيشن اللي هو النطق، وكمان في فكرة كده عن الماس. جزئيات الكلمات اللي عندي بدأ اللي بي sun burn، sun burn اللي هي معناها ضربة شمس أو حرقة شمس، sun screen طبعا اللي هو كريم واقي للشمس، بيلز بيلز معناها أقراص دواء يعني الحبوب اللي احنا بناخدها كعلاج اسمها بيلز، بكتيريا اللي هي البكتيريا، مديني تريتمنت كلمة مهمة جدا عند النهاردة بمعنى علاج، مديني ووند بمعنى جرح، مديني هيلينج بمعنى الشفاء، واقدر اقول ان هيلينج هنا زي التريتمنت، الهيلينج زي التريتمنت. اما الانجري اللي هي اصابة، اصابة وايضا جرح برضه، يبقى انجري بمعنى اصابة او جرح زي كلمة ووند اللي هو جرح. هاجي هنا لمجموعة الكلمات اللي كسرة، مديني سكن اللي هي البشرة أو الجلد، ميديكال كير وده تعريف طبعا كلمة تريتمنت اللي هو العلاج، بعرفه هنا إنه ميديكال كير معناها عناية أو رعاية طبية، إنسز اللي هي الأمراض، كبد بمعنى دولاب أو خزانة زي المطبخ بتاعنا ده اسمه كبد، ميبي اللي هي معناها بيرهابس ربما أو من المحتمل، ريسنتلي بمعنى مؤخرا يعني حديثا أو مؤخرا في الفترة الأخيرة، ساينتسز العلماء، جار بمعنى برطمان، سابستانس اللي هي مادة، سيف بمعنى آمن، تريتنج اللي هو علاج، سويت بمعنى حلو المذاق أو الطعم سويت. أما بالنسبة للفيربس هلاقي عندي كيل والماضي كيلد بمعنى يقتل، هيل والماضي هيلد بمعنى يلتئم أو يشفى، كونتين كفعل بمعنى يحتوي على والماضي كونتيند، أما ميكس الماضي منها ميكسد بمعنى يخلط أو يقلب، دامج بمعنى يدمر أو يتلف والماضي دامجد، هابن بمعنى يحدث وعندي طبعا الماضي هابند. أما بالنسبة للإيريجولار فيربس الأفعال غير المنتظمة هلاقي عندي كات والماضي منها برضو كات، أما نو قلنا الماضي نيو بمعنى عرفة، وبوت هي نفسها بوت. تمام، ده بالنسبة لمجموعة الأفعال اللي عندي. هروح بعد كده مديني جيت بيتر، يعني ايه جيت بيتر؟ معناها يتحسن صحيا، جيت بيتر معناها يتحسن، كات ماي ني معناها جرح في ركبتي أو إصابة في ركبتي، يبقى اسمها when I cut my knee يعني لما بجرح أو أتعور في الركبة، ميك يو ال معناها بتسبب لك المرض أو التعب بتجعلك تمرض، good for قلنا بمعنى مفيد لي أو صالح لي عكسها bad for. بالنسبة لي جزئية الكلمات اللي عندي المهمة مدهاني في جزئية الديفينيشن، طبعا ديت من الكلمات اللي بنشوفها في جمل الاختيار على الكلمات، الفعل هيل قلنا بمعنى يتحسن أو يعالج معناها get better، يبقى هيل get better. طيب وبكتيريا؟ قال البكتيريا ديت يعني very small things حاجات صغيرة that can make you ill بتجعلك تمرض، يبقى على طول هربط ما بين كلمة بكتيريا وthings make you ill حاجات بتسبب لك المرض والتعب دي بكتيريا. طب وتريتمنت اللي هو العلاج نفسه؟ قال لي ميديكال كير رعاية أو عناية طبية، هيلب يو جيت بيتر بتساعدك على إنك تتحسن صحيا يبقى اسمها تريتمنت. ووند قلنا بمعنى جرح، الووند جرح إصابة يعني بقول ان انجري هي عبارة عن جرح ذات دامج يور سكن اللي بيدمر الجلد أو البشرة بتاعتك، يبقى الووند هي انجري، الووند انجري، تريتمنت قلنا ميديكال كير، بكتيريا قلنا سينجس ميك يو ال، اما هيل معناها جيت بيتر بمعنى يشفى او يتحسن. هروح لبعض الجمل اللي عندي على الكلمات، اداني كلمه تريتمنت وانجرز مع بعض في جمله اللي هو علاج وهنا اصابات او جروح، فاقدر اقول لك هاني از يوزد از ا تريتمنت، بيستخدم العسل كعلاج،
for some injuries لبعض الجروح أو الإصابات and the illnesses والأمراض. دكتورز مالهم have used the honey استخدموا الهني العسل for thousands of years لآلاف السنين. Some types of honey بعض أنواع العسل can kill bacteria بتقتل البكتيريا. يبقى مش كل الهاني كيل بكتيريا، لا some types بعض أنواع العسل can kill bacteria بتقتل البكتيريا. You can mix تقدر تخلط طبعا الهاني with milk الهاني مع اللبن to make your cough better عشان تخف من الكحة اللي عندك. يبقى لو عندك كحة تقدر تاخد لها هنا honey with milk. طيب بعد كده مديني بعض البروبلمز او الانسز الامراض وازاي بنعالجها. فهنا بيقول لي how to deal with كيف تتعامل مع some health problems مع بعض المشكلات الصحية. فبيقول لي when you have يعني لو انت عندك when you have لو عندك headache لو عندك صداع take pills باخد اقراص او حبوب للصداع. طيب when you have a sore throat لو عندك احتقان في الزور معنى كده بقول لك take honey and lemon خد عسل بليمون. طيب لو عندي cut knee لو عندي a cut knee يعني إصابة في الركبة في جرح في الركبة يبقى هنا هوت بقول لك put a bandage ضع عليها ضمادة أو لاصقة طبية. يبقى أي cut هربطها بكلمة bandage أي cut هربطها بكلمة bandage. طيب لو عندي sunburn معناها عندك لسعة شمس أو حرق من الشمس طبعا put sunscreen ضع كريم واقي للشمس. يبقى تاني الهيدك بنقول بيلز حبوب. أما السور سروت قلنا honey with lemon. بالنسبة للكات أي كات قلنا bandage اللي هي لاصقة طبية أو ضمادة. مديني sunburn قلنا sunscreen. تعال نشوف القطعة اللي بتتكلم عن الهاني وأهميتها بالنسبة لنا. هي مهمة؟ آه طبعا. وزي ما شفنا في الترم الأول في البلس كان عندي قطعة برضو بتتكلم عن الهاني in ancient Egypt. تمام؟ نفتكر الكلام ده كويس. طيب بالنسبة لجزئية الهاني مهمة في إيه بالنسبة لي في الامتحان؟ حبيبي مهمة لو جالي سؤال listening عليها، مهمة في سؤال أكمل بكلمة، مهمة لو جايالي قطعة وبيقول لي جاوب الأسئلة اللي على القطعة، مهمة لو بيقول لي write a paragraph اكتب لي paragraph عن الهاني. تمام؟ وأيضا طبعا لو ما جاليش في ده كله يجي لي منها جمل ترتيب أو اختياري. تعال نشوف مع بعض أهمية الهاني. بيقول لي do you like honey هل أنت بتحب العسل؟ perhaps you enjoy eating it ربما تكون أنت بتستمتع بأنك بتاكله تاكل العسل ده for breakfast على وجبة الإفطار. ما انساش ان enjoy ing وما انساش ان قبل الوجبات بستخدم حرف الجر for معناها على وجبة كذا. يبقى على وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء بس ما for breakfast for lunch for dinner. Or maybe you enjoy it in a sweet بسبوسة وربما تكون بتستمتع به في البسبوسة المسكرة أو الحلوة. But did you know هل علمت هل تعرف that honey isn't only food هل تعرف ان العسل ده ليس فقط طعام امال هو ايه؟ قال لي it is also used as a treatment. يبقى اقدر اقول له honey is used as a treatment يستخدم الهاني العسل كعلاج for some injuries لبعض الاصابات او الجروح and illnesses والامراض. يبقى دلوقتي الفقرة ديت لو بقول لك اديني السامري بتاعها اعمل لي تلخيص على الفقرة دي هقدر اقول honey is used as treatment for injuries and illnesses. In some countries في بعض الدول honey has been used by doctors تم استخدام العسل من قبل الدكتورز الأطباء for thousands of years لآلاف السنين. It was first used to treat wounds تم استخدامه في الأول لعلاج الوندز لعلاج الجروح by Egyptian doctors من قبل طبعا الأطباء المصريين around 5,000 years ago منذ ما يقرب من 5,000 سنة. Recently معناها مؤخرا
يعني at present في الوقت الحاضر. Scientists have tried, العلماء طبعا have tried to find, بيحاولوا انهم يجدوا ويكتشفوا exactly why honey is so good for healing wounds. العلماء بيحاولوا يكتشفوا ليه العسل بيعتبر مفيد جدا لعلاج والتئام healing, لعلاج والتئام الوندز الجروح and treating illnesses وأيضا علاج الأمراض. Scientists know, بيعرفوا العلماء that some types of honey, إن بعض أنواع العسل contain, بتحتوي على things, على أشياء that can help to kill bacteria. يبقى بعض أنواع العسل فيها حاجة بتقتل أو بتموت البكتيريا. This helps wounds, طبعا كونك قتلت البكتيريا اللي موجودة في الجرح ده helps, بيساعد طبعا الwounds to heal more quickly, بيساعد الجروح أنها تلتئم أو تشفى بسرعة. You must be careful, يجب أن تكون حذر. حذر من إيه؟ يعني احنا بنقول لك هنا ان some types of honey, بعض انواع الهاني كان كل بكتيريا. ما تجيش انت تروح على اي عسل موجود عندك في البيت وتبدا تشتغل بيه كعلاج بالنسبه لك. امال بيقول لي you must be careful, كن حذر. The honey that doctors use, الهاني اللي بيستخدمه الدكاتره ده, is a special honey, هو عسل من نوع خاص, عسل مميز. A special honey only that is safe, اللي هو بنعتبره امن to use as treatment, اللي بنعتبره آمن في استخدامه كعلاج. So if you have a jar of honey in your cupboard, لو عندك برطمان عسل في المطبخ أو في الدولاب أو في الخزانة, you can mix it with milk, تقدر تستخدم طبعا الهاني with milk, الهاني مع اللبن, to make your cough better, عشان تعالج الكحة بتاعتك. But don't put it on your cutney, ولكن لا تضعه على الكتني, على ركبتك المجروحة. تمام يا سامي, بيج 83 يا سامي, 83 حبيبي. تمام يا شباب, ده الجزء الخاص بالقطعة. تعال نشوف مع بعض الجزء الثاني الخاص بالفونكس, الصوتيات. مديني هنا طبعا الفه ساوند, الفه ساوند اللي هو صوت الفه. هلاقي كلمات زي فروج أو سكارف أو فروت بتحتوي على الفه ساوند اللي هو الإف يعني. ماشي, حاول وانت معايا دلوقتي كده انت إف, انت إف إف إف. نطقنا نطقنا أزير. طيب هقولها فه, قولها فه 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 فه, قول فه كده, فه فه فه, مش فه فه فه. ايه اللي حصل, ايه اللي حصل وانت بتطبق الفه؟ عندك عند سيادتك طبعا التوب تيس, سنانك اللي فوق اون يور لور ليب خبطت في شفتك اللي تحت, حصل؟ ها, سنانك اللي فوق بتخبط في شفتك اللي تحت. تمام, دونت يوز يور فويس, طبعا مفيش حاجه طالعه من الحنجره بتاعتك. جرب تاني تقول لي الفه كده وحط ايدك على الحنجره, فه فه فه, يبقى كل اللي عندك هو الفم بس كده, اللي هي السنان اللي فوق مع الشفايف اللي تحت, مفيش هزة في الحنجرة بتاعتك. ولكن تعالى لي بقى هنا لما نقول الصوت ده, هو الصوت ده اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ ف ف ف ف ف ف ف ف. تمام, طيب ف عندي فيجيتابل, عندي تلفزيون, عندي فيت, ايه اللي حصل؟ نفس الحركه بتاعت السنان اللي فوق مع اللور ليب مع شفتك اللي تحت. تمام, ولكن المره دي في فويس, في صوت طالع من حنجرتك, حصل؟ ذا ذا ذا. طيب تعالى لي, الهدف من ده كله ان سيادتك تبقى حافظ كلمات الفه وكلمات الفه. طيب هلاقي عندي فان, مروحه, عندي ليف, ورقه شجره, عندي فيري اللي هي المعدية أو بنسميها العبارة, فيو قليل العدد, سيف آمن, لايف الحياة,
اما بالنسبه للفا هلاقي عندي فان اللي هي شاحنه، ليف معناها يغادر او يترك، فيري جدا، فيو معناها منظر طبيعي، فيو سيف، يبقى كان عندي سيف وسيف، سيف قلنا صفه بمعنى امن، ولكن سيف هنا بمعنى يحفظ او يدخر، ليف بمعنى يعيش. هنهتم وهناخد الكلمات دي طبعا، تمام. هتقابلنا ببعض الجمل خلي بالك، فلازم ابقى عارف ان فيري اللي هي الباخره او المعدايه اللي موجوده في النهر، لازم ابقى عارف ان كلمه فيو معناها منظر طبيعي، ابقى عارف ان سيف امن، اما سيف يوفر. جزئيه المثل الخاصه بسيادتك في الجزء ده انك تعرف يعني ايه كلمه بار تشارت، تعرف لي بس كلمه بار تشارت، ايه البار تشارت ده؟ اللي هو الرسم البياني اللي هو سيادتك ده، ده اسمه بار تشارت. اه ده اسمه بار، ده كده اسمه بار، بار بار اللي هو الاعمده دي بار، تمام. البار تشارت ده بيديني انفورميشن، بيديني معلومات، معلومات عن ايه؟ كده انت بتقول لي نمبر اوف ستودنتس، وبتقول لي هنا ديت الاكتيفيتيز بتاعتهم او السبورتس بتاعتهم، كده بعرف ان انا عندي الولاد اللي بيحبوا السويمنج وهم عددهم مثلا 6، الولاد اللي بيحبوا الفوتبول عددهم مثلا 15، وهكذا، تمام؟ يعني انا من خلال الصوره او الرسمه اللي قدامي عرفت بعض المعلومات، اه، فاقدر اقول لك حضرتك مطلوب منك تعرف لك الجمله ده هي بس، about a chart is way of showing information، يعني طريقه لعرض البيانات او المعلومات. يبقى البار تشارت ده هو طريقة لعرض الانفورميشن المعلومات، تمام؟ ده اللي تعرفه في الجزء الخاص بالماس، تمام؟ تعالى لي نطبق الكلام ده، يلا حلوين يلا حلوين يلا حلوين. طبعا في جزئية ليسننج عندي بتتكلم عن البيز النحل، المفروض بسمع وبناء عليه بختار. طيب لو قلنا بيز هاف فايف ايز اند 6 ليجز، يبقى هروح عند 6 واقول له اه عندهم 6 ليجز. بيز سي اول كالرز اكسبت ذا ريد كالر، اكسبت ذا ريد كالر، يبقى اقول له اه كده انا محتاج ريد كالر. بيقول لي وركر بيز، وركر بيز معناها النحل العامل، وركر بيز جوز فروم وان فلاور تو انذر، يبقى اسمها وركر، وركر بيز، ده حسب الليسننج. A bee visits 50 to 100 flowers. اه يبقى flowers. عملنا listening. اه تعالى لي يلا الاختياري على الجزء اللي احنا عرفناه النهارده اللي بيتكلم عن الهاني. ذا از a medical care to help you get better. Medical treatment. care. الميديكال كير ده تعريف كلمة treatment. يبقى ميديكال كير عناية أو رعاية طبية، يعني تريتمنت علاج، يبقى العلاج أو الرعاية الطبية أهو تريتمنت ميديكال كير. نمبر 2، سارة هاد كات ني سو شي بوت اون ات، ما قلنا أي كات أي كات أي كات يبقى اسمها باندج اللي هي ضمادة أو لاصقة طبية، أي كات يبقى باندج. علي هاد ان اكسيدنت عمل حادثة، and there were some on his body، وكان في ايه في جسمه اللي عامل حادثه ده، هيبقى في ايه في جسمه؟ injuries، injuries اصابات او جروح، اصابات او جروح، injuries injuries. بيقول لي makes you cough better، makes honey. your cough better، honey. بتخلي الكاب honey. بتاعتك كويسه، ده الهاني العسل. تعال نكمل. Did you know that honey isn't only a food؟ هل تعلم ان العسل ليس فقط طعام؟ امال هو ايه كمان؟ قال لي it's also used as a treatment. is a treat as a treatment، بيستخدم as a treatment، يستخدم as a treatment. For some injuries and illnesses the honey that doctor use is a special. إذا سبيشال بقى، إذا سبيشال هاني، يبقى العسل اللي الدكاترة بيستخدمه اسمه سبيشال هاني. Only that is safe to use as treatment. So if you have a jar of honey in your jar of honey فين؟ عندك في الكبت بتاعك، في النملية أو في الدولاب أو في الخزانة اللي في البيت. You can mix it with milk to make your cough better. ماشي. But don't put on your cut
كات ني 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 كات ني كات ني الركبة المجروحة أو المصابة. تعال لي بعد كده مديني القطع نفسها اللي كانت موجودة معانا دلوقتي، ومديني خط تحت الفعل هيل اللي هي بمعنى يشفى. لما اقول ذا مين اي دي او ذا تكست ذا باوت، هي القطعه بتتكلم عن ايه؟ اهو هاني قال لي هاني. ذا اندرلايند وورد هيل مين ذي تو نقط، هي هيل معناها ايه عندك في بيتر الديفينيشن؟ معناها بيتر جيت بيتر، بوينت هيل بوينت معناها جيت بيتر، هيل يشفى وجيت بيتر يشفى او يتحسن. سامرايز ذا سكند باراجراف، ركز لي في حته السمري دي، سكند يبقى انا ده كده اسمه الفيرست باراجراف، وده كده اسمه السكند باراجراف، اهو ده الباراجراف التاني اللي انا عايز تلخيصه. طب بيقول لي ساينس نو ذات تايبز اوف هاني كونتين سينجز ذات كذا ذيس هيلبس ووندز تو هيل كويكلي يو ماست بي كيرفول هاو ايفر. طيب هو انا كده عرفت ايه في السطرين دول؟ عرفت ان سام تايبز اوف هاني كان كيل بكتيريا، تمام. يبقى اقدر اكتب هنا اهو سام تايبز اوف هاني كان كيل بكتيريا. النقطة الأخيرة، Why is honey ثانية so ثانية good for healing wounds؟ ليه الهاني good for healing wounds؟ اشمعنى؟ هقول له because some types of honey have things that can kill bacteria. ليه الهاني good لعلاج الجروح؟ لأن طبعا في حاجات بتموت أو بتقتل البكتيريا. ذا The fairy is ذا very فيري fast. از فيري فاست، ذا فيري از فيري فاست. الهدف طبعا من الجمله انك تنطق الاف والفي ورا بعض، يبقى اقول له ذا فيري از فيري فاست. The الجمله fast. الثانيه هقول لك Do you do like you it? like Do you eating like honey؟ يا عمر يا عمر، do you like eating honey يا عمر، والكويستشن مارك طبعا. بعدها بيقول لي what do you use honey for، W هقول له الدبليو كابيتال والكويستشن مارك. وهنا طبعا كان بيقول لي اتكلم عن الهاني. تعال الاكسرسايز الثاني كمان، يلا. نمبر 1 سامي، when I have a throat، اسمها سور سروت، اسمها سور سروت. نمبر 2 يا نور، do you have a cat؟ a cat a cat يا نين نور يا نور نين نين a cat ني، do you have a cat ني. نمبر 3 يا اياد، بقول we use to protect us from the sun، sunscreen سان سكرين على طول. نمبر 4 يا ريتال، اي كات ماي ني لاست ويك، اتعورت اتجرحت في ركبتي، ماي جراند ما بوت بانديج باندج باندج. نمبر 5 يا ست سلمى، هاني از يوزد از فور سام انجريز، هاني يوزد از، هاني يوزد از. سلمى مش موجودة سلمى. طيب يلا يا مارينا، مارينا بكتيريا بقول هاني از يوزد از، بكتيريا بقول هاني از يوزد از العسل بستخدمه كايه؟ تريتمنت كتريتمنت. الجمله دي ما تريتمنت تنسيش، دي جمله ترتيب وجمله مهمه، يبقى اسمها هاني از يوزد از ا تريتمنت فور سام انجريز. هاني از سو جود فور ووندز، مع ووندز هقول ايه يا ايه سامي؟ فور هيلينج، فور هيلينج لعلاج الووندز، لعلاج الووندز يبقى هيلينج ووندز. اي هاف ا اوف هاني، هي الهاني بتاعنا بنعبيه في ايه؟ بنحطه في ايه؟ في الجار. جار بيقول لي ميك هاني، مين اللي ميك هاني يا حلوين؟ بيس البيز، النحل، البيز، مين بيز. دكتورز يوزد فور هاني هاني تريتمنت، طبعا هاني بيستخدموا الهاني فور تريتمنت. ما عادش بيجي لي سؤال الماتش يا سير، بس حبيبي لازم تعمله لي دلوقتي علشان تبقى فاهم الكلمه ومعناها. قلنا كلمه تريتمنت، تريتمنت
هوصلها بمين؟ ميديكال اللي هي هيلب يو ميديكال جيت بيتر. كير تو هيلب يو جيت بيتر، يبقى ميديكال كير دايما اربطها لي بتريتمنت علاج. كلمة ووند جرح، يعني ايه ووند ده؟ ان اللي هي انجري، ان انجري، ان انجري اصابة او جرح. بكتيريا، البكتيريا فيري سمول اللي هي فيري سينجز سمول سينجس ميك يو ال، بتسبب لك المرض، يبقى بكتيريا. هيل بيتر معناها جيت بيتر، هيل معناها جيت بيتر، يشفى. يلا وين اتس هوت اي تيرن اون ذا فان فان، الجو حر بشغل الفان المروحه. ان يو جروز اون ذا تري، هي الشجره مين اللي بينمو فيها؟ ليف ان يو، ان يو ايه؟ ليف، ورقه ليف شجره، ورقه. A few friends so the very fine on that of the trees of the trees view 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 معناها منظر view طبيعي جميل، view منظر طبيعي جميل. view the is very fast very the ferry، the ferry اللي هي العبارة. it's to save your money here، it's to save، it's to save، يبقى it's safe to save، it's safe to save، من الأمان إنك توفر فلوسك هنا. تعالالي جمل الترتيب المهمة، الجملة الأولى أقدر أقول له it's، حد مين هيكمل؟ مين اللي هيكمل معانا؟ يلا محمد، وليد، وليد، وليد. it's safe to تمام، يبقى اقول له اتس سيف، اتس سيف تو سيف يور ماني هير، لسه قايلينها اهو، اتس سيف تو سيف يور ماني هير. الجمله الثانيه دو، do you have a long a long scarf؟ scarf، do you have a long scarf يا نور؟ بس نور. Does she like watching television؟ تمام، يبقى does she like، والكلام ده شفناه قبل كده في منهج البلاس يا حلوين، نفس الجملة كده اللي هي does فاعل مصدر، يبقى اسمها does she like، بعد like watching television. I I have a bit frog. I have a bit frog. نقطة اللي بعدها the، يا سامي. The ferry is very fast. The ferry is very fast. The ferry is very. الجملة الأخيرة I. I have a scarf. I have a very. I have a long very scarf. a very long scarf. I have a very long scarf. يلا يا اياد، بقول bees make honey. honey. honey is the sweetest. sweetest. sweetest احلى. number three بيقول لي use a special honey as treatment. هم مين؟ دكتورز. طبعا دكتورز اللي بيستخدموا السبيشال هاني. سام تايبز اوف هاني كان نقط بكتيريا كل كان كل. يو كان ميكس هاني ويز ميلك تو ميك يور بيتر، كف يا الهاني مع الميلك هيخلي الكف بتاعتك بيتر. تعالى لي اكمل معايا يا مارينا، مديني وندز جروح، ساينتس علماء، انجينيرز مهندسين، كيرفول حذر وحريص، بكتيريا. بقول له بيز ميك هاني، خلاص. نقط نو ذات سام تايبز اوف هاني كونتين سينجز ذات كان كل. قولي لي الاولى هنا الاول، مين اللي نو ذات، مين اللي يعرفوا ان في انواع من العسل كذا وكذا؟ مين؟ ساينتست طبعا، العلماء. ساينتست نو ذات some types of honey contain things that can help to kill bacteria. kill bacteria.
This helps. ده بيساعد ايه؟ To heal، انها تخف. كلمات وندن wounds طبعا اللي هي الجروح، wounds الجروح. بعد كده بيقول لي you must be careful، you must be مش عارف. careful، you must be careful. يبقى scientists know، بعدها قلنا هنا sometimes can kill bacteria، بعدها قلنا helps wounds بتساعد الجروح انها تلتئم تخف يعني. بعد كده قلنا يو ماست بي كيرفول، يجب ان تكون حذر. لو قلنا هنا كلمه كويكلي يا حلوين، كلمه كويكلي اللي هو مدالي هنا معناها ايه؟ فاست كويكلي فاست بتساوي فاست، لكن لو قال لي الاوبوزيت هقول له سلولي، لو قال لي اوبوزيت هقول له سلولي، انما معناها فاست. تعالى لجمله الترتيب. Do you like vegetables؟ Do you like vegetables؟ Do you like vegetable؟ الجمله الثانيه لها ترتيبين، نسمعهم كده. Which Which is the most most popular food؟ تمام كده، انت قلت ترتيب واحد لها ترتيبين زي ما بقول لك، ممكن اقول لسه يبقى قول الثانية. يلا يا اياد. Which food is the most popular؟ اكسلنت تمام، يبقى اقدر اقول which food is the most popular شغالة، ولو قلت which is the most popular food شغالة برضو، الطريقتين صح طبعا. وطبعا اقدر اقول لك ان which food احسن كمان، يبقى which food is the most popular. هروح بعد كده للدرس الاخير، درس الرابع. درس الرابع مديني برضو فيه جزئية مهمة خاصة طبعا بالهيلسي لايف، الحياة الصحية عامة. مديني حاجة زي بالانس الدايت. بالانس الدايت معناها وجبة متوازنة أو نظام غذائي متوازن. بالانسد اسمها ايه دايت؟ اسمها بالانسد دايت. هيلسي قلنا بمعنى صحي. اكسبرتس اللي هم الخبراء، وعندي اكسبرت خبير. امبورتانت مهم. نشد شوية الحصة دي بس عشان نقدر نمشي مع المنهج بتاعنا. مديني يوسفول بمعنى مفيد. فيرست ايد كيت، الفيرست ايد كيت اللي هو صندوق الاسعافات الاوليه. سيزرز المقص. اديني كليننج وايبس اللي هي الوايبس مناديل للتنظيف. اديني رابر باندز اللي هي الاربطه المطاطيه، لاستيك يعني او رباط مطاطي. ليست بمعنى قائمه. برزنتيشن اللي هي معناها عرض تقديمي، بعمل برزنتيشن يعني عرض. سوب اللي هي صابونه. انسكت بايت كريم، انسكت بايت كريم اللي هو كريم ضد اللدغات، ضد اللدغات بتاعت الحشره. ميديكال جلافز اللي بنسميها هنا الجوانتيات الطبيه، الميديكال جلافز جوانتي او قفازات طبيه. ميديكال. سيفتي بينز اللي هي دبابيس امان، سيفتي بينز. بعد كده مدينة ستي وستيد. اكسرسايز واكسرسايزد، اما فوكس الماضي منها فوكس، يعني ايه فوكس؟ معناها يركز على. باك معناها بيجهز او بيعبي الشنطه، شفناها في الترم الاول طبعا، والماضي باكت. اول سبيند تايم ويز فريندز بيقضي وقت مع الاصدقاء. لما اقول جيت اناف سليب معناها بيحصل على قدر كافي من النوم، ودي حاجه مهمه او مهمه جدا طبعا، عشان تبقى هيلسي لازم جيت اناف سليب تحصل على نوم كفايه. responsible for، responsible for قلنا طبعا هنا بمعنى مسؤول عن. حد يفكرني كده ويقول لي الاوبزيت من كلمة responsible. irresponsible. الاي ار طبعا يبقى اسمها irresponsible. الاي ار زي regular و irregular، وهنا responsible و irresponsible يعني غير مسؤول. يبقى responsible for. مديني plenty of اللي معناها a lot of، كثير من. plenty of يعني كثير من. In addition to بالإضافة إلى كذا. تعال لي لبعض الجمل المهمة هنا اللي متاخدة من القطعة. بقول it's important to eat healthy food، من المهم جدا طبعا إن إحنا ناكل طعام صحي. it's important to eat healthy food. it's important to have a balanced diet، وأيضا من المهم إن غذائنا يكون عبارة عن وجبة غذائية متوازنة، يعني منوع من انواع كتيره في الاكل، يبقى اسمها بالانس دايت. اتس امبورتانت تو جيت انف سليب، من المهم طبعا ان احنا ننام كفايه. بلاينج سبورتس ممارسه الالعاب،
with friends مع احد الاصدقاء والاصدقاء is good way to exercise. طبعا دي طريقة كويسة للتمرين، فبقول لك العب مع اصحابك، playing sports with friends. دي كلها حاجات healthy. دي كلها حاجات هي اللي بتساعدك انك تبقى healthy في حياتك. تعالى لي، ها ها، القطعة التانية، القطعة التانية. فين سلمى؟ طيب سلمى، يا ست نور، يا نور، يا نور، لا مساء. هنطلع نريح الدقيقتين دول، هنطلع بعتلنا لينك يلا عشان نكمل الجزء التاني، تمام؟ ماشي.